وين في الجزائر نلقاو لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري وافقت على إدراج مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة، وين يعاقب بالحبس من 2 إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عموم.